محل زين جامون هو محل اللي كنظن كاع النساء يعشقوا يجيو ليه، حيت احنا النساء معروف لينا كنهتموا براسنا، والنساء اللي عزيز عليهم المجوهرات ولي ديامون هاد الشيء. فمحل في المستوى هي ماركه تركيا لاول محل ليها هنايا في المغرب، وصراحه عندهم دي بيجو زوينين، وحتى الانتمينه فريمون ماشي اكزاجيري بحال كنشوفوا في محلات اخرين ولا في دي مارك اخرين. وفوالا كنتمنى لهم التوفيق. بغينا تكلمي لنا على التجربه ديالك الاخيره في مسلسل كازا ستريت. الوغ التجربه كانت زوينه والحمد لله، لقى اصداء زوينه بزاف وتفاعل زوين مع الناس ونجح. فكان هو التوب 1 في المغرب في هاد لا سيمين، وعلى تطبيق شاهد بيان سور. اي ماشي سهل تلقى نجاح في تطبيق، ماشي غير في التلفازه وكيتفرجوا فيها كاع الناس. فكنفرح ملي كنكون في الزنقه والناس كيقول لي كازا ستريت. وغير البارح كنت في روج، واحد الولد كيبيع وقال لي فاتي كازا ستريت، وحسي بينا راكم مثلتوا هذاك الشيء. مي فريمون كازا ستريت قربنا نشوفوا المعاناه ديال الاطفال اللي والديهم كيتخلاو عليهم واللي كيبيعوا في الشوارع. شفنا اوسي رساله ديال ام اللي واخا كتقري بنتها وكدير لها ديزاكتيفيتي وكتخسر عليها الفلوس، ولكن ما عطيهاش اهتمام. وهذاك الاهتمام اللي ناقص هذيك البنت خلاها تخرج تهرب من الدار وهي صغيره، وتعرف على هذوك الاطفال اللي كيبيعوا في الزنقه وتعيش معاهم وتفضل هذيك الحياه على حياتها. فمن هنا كاينه رساله ديال خاصنا نعطيو وقت لولادنا، خاصنا نهضروا مع ولادنا، نعطيوهم قيمه ونفهموهم ونشوفوا شنو ناقصهم وشنو محتاجين. كاين بزاف ديال الرسائل اللي جينا نشوفوا كل شخصيه غادي نفهموا منها واحد الرساله. فكنتمنى ان شاء الله قريب يكون التصوير ديال الجزء الثاني، وان شاء الله كنتمنى حتى هو يعجب المشاهدين. شنو هي الادوار اللي كتلقي فيها راسك اكثر؟ وصراحه هذا السؤال ديما كنقوله، انا كيعجبني الادوار الشريره، الادوار الجريئه. ما كيعجبنيش بزاف الادوار ديال البنت الهادئه الظريفه حيت كتشبه لشخصيتي. كنحس ما كنديرش شي ابداع ولا شي ايفور في العمل، فكنبغي اي حاجه اللي ما كتشبهش ليا. من غير كازا ستريت واش كاين شي جديد اخر؟ كاين سلسله الحفله اللي هي على شاهد في اي بي، وفي رمضان ما عندي حتى عمل حيت بحكم انا في الفتره ديال التصوير كنت برا المغرب، وكنت واخده واحد الوقت اللي نرتاح انا نفسيا، وعطيت شويه الوقت لراسي وعاد رجعت. دونك فوالا هذا هو الاعمال اللي عندي. شنو هي الرساله ديالك للجمهور المغربي؟ الوغ الرساله ديالي للناس هما نبغيو بعضياتنا، ما يبقاش التنمر في مواقع التواصل الاجتماعي حيت كيؤديو الحوايج خايبه بزاف. ونحترموا بعضياتنا وفوالا، ونديروا الخير باش نلقاو الخير، وكنقول لهم معواشر مباركه وصافي. في رمضان ان شاء الله يدخل عليهم بالصحه والسلامه ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.